فكره جاش بالله تطوع مع الدراري بحال هكا باش نصوبوا لخونا رايان الله يرحمه في ال... ودرا المهم درنا شي كوتيزاسيون غير بيناتنا تطوعا يعني ماشي شي حاجه يعني مبادره وطنيه يعني الروح ديال الانسانيه بغينا درنا هذا البورتري هذا باش نبقاو نتفكروا به خونا راه الله يرحمه والله يصبر المهم شوف هذا النهار ملي صوبنا هذه الصور هذه ديال خونا رايان الله يرحمه كانه الصوره اللي هي فيها بزاف تعابير الصوره اللي تقدر تالف واحد روايه كبيره وما تساليش والفكره درناها باش غير نبقاو ديما نحيو الذكرى ديال الطفل رايان والبارح تجمعنا عاوتاني من ورا ملي بدينا رسمنا وسالينا تجمعنا وقينا افكار اخرين غنديرهم ان شاء الله من هنا قدام بسبب طفل رايان تحت جمعيه اتحاد الحسني لكره القدم غنحاولوا غنديروا تورنو رمضانيه دوري في رمضان باسم رايان وغيكون من 5 سنين ان شاء الله حتى 15 عام وغتكون عاوتاني تورنو اخرى حتى هي دوري رمضاني بالنسبه لعبد الحق النوري لاعب اجاكس امستردام حتى هو غتكون حتى هو كنطلبوا ليه من هذا المنبر هذا الشفاء العاجل ان شاء الله خذينا ترخيص عند الساكنه وكل شيء رحب بالفكره وكل شيء عاوننا والحمد لله لقينا واحد ترحاب كبير اللي كيدوز من هنايا كل شيء كيتعاون اللي ما عندوش كل شيء كل شيء واحد الاجواء عشناها بالامس واليوم صراحه ما كتصورش متعازين للدري والام ديالو والاب ديالو وتعازين للمغاربه كاملين حتى الدري راه تجينا الغيره الدرابو ديال هاد البلاد دار ولدنا راه اي واحد غيطرى خو ولا اختو ولا شي حاجه بحال هكا راه ضروري غير وهاد الجداريه ما غاتكونش انا غاتكون في جميع عمالات الحي الحسني حنا دابا تعاوننا باش نديروا هاد الجداريه هذه باش الناس ديال الحي الحسني والناس الجزائريين هنا الحي الحسني يشوفوا الجداريه هذه ديال الدري راه الله يرحمه ويبقى يترحم عليه ان شاء الله هادشي اللي بغينا